العوده ديال الجماهير اكيد راه خطوه محموده، يعني وي تمنيناها من شحال هادي، احنا وي كنا كنساينو شحال هادي وي يعني فيها، يعني شغنقول نقول لك، يعني مزيانه لحق من ناحيه الماديه كاين اقتطاع اخويا مروان. هاد الغياب ديال الجماهير. وي وي وسميتو عاوتاني واحد تكون الجماهير دفعه معنويه للفريق وي وي باش تشجيع اللاعبين ويحسوا، وتاديك القضيه تاع اللاعب ملي كيدخل كيلقى تيران خاوي، وي وي يعني باش نقولك ما كاينش، ما كيكونش الحماس، ما كيكونش بزاف ديال الامور، يعني هذا الشيء هذا غادي يكون غينعكس وغادي نشوفوا لحقاش شي الرجاء، وي خصوصا الرجاء تضررات بزاف من الغياب ديال الجماهير، وي لان ذاك الضغط ديال الجماهير على الخصوم، وي يعني كان يعني الخصوم شنو الناس كانوا كيخافوا من ذاك الضغط الجماهيري اللي كيدفع، وي وي يعني الرجاء كان صح صح يعني مساند الرسمي القوه الضاربه ديالها في الجمهور. والله ما عندي ما يتسالك، احنا والله في الصراحه ما عندي ما يتساك اخويا مروان، والله العظيم من هذه القضيه الجمهور الله كان يعني اللاعبين، واحد بزاف ديال اللاعبين كانوا كيدوبليو لا فور ديالهم بداك الضغط تاع الجمهور. دابا وليت كتلعب اللاعب لعب شويه عليه، لعب شويه عليه بصح. وتلعب اللي كي تلعب مين كيشوف الجمهور عاوتاني، الا ما قادش راسو الجمهور كيعطيه الضغط شويه حتى تيتقاد، بصح يعني دابا من ما كاينش الجمهور شفنا شي حوايج، وي يعني بحال شي لعابه ولاو تيديروهم، واللعاب ما كانش هذا كيدير غير سونتراج ماشي هو هذا كيبدا يسمع المعيوه، وي وما كانش هذا كاع ما تشوف ذاك مذكور كيديرها ويبدا يسونتري كيما بغا، وهذا تايد هذا ذاك اللعب ديال التروه ديال جبيره، وهذا ما هم ملي كيكون الجمهور بنادم كيدير عقله كي قبل ما يضرب كوره كيفكر، بصح كيفكر 100 تخميمه وتخميمه. وي انت كيف قلتي في اللايف اللي فات هضرتي على النهيري، قلتي بانه كيعبر الباسات ديالو ما كيتلقى حتى كيعرفها فين غادا، تمام. يعني هاد الشيء هذا هو اللي هاد الشيء هذا كيديروا باللعبه ملي كيكون الجمهور، يعني كيخاف من ذاك الجمهور يبدا يسبوا ويعايروا، هذا كيقاد راسو. يل سابليك عاوتاني حتى من ناحيه الماء، يل سابليك كما تيقول عاوتاني حتى من ناحيه عاوتاني حتى من الناحيه الماديه، باش ما نبقاوش نسمعوا هذا المصطلح ديال الازمه، الفلوس ما كايناش، هذا بعدا هذا غير هو، تنتمناو بان حتى الانسان الله عطاه رزقه يعطيه لواحد اليد امينه، لان حنا الجمهور ديال الرجاء حنا اللي كنخلصوا اعلى تذكره في المغرب، ما كاينش شي فرقه في المغرب كتخلص 50 درهم ولا 80 درهم باش تدخل تتفرج في اسمع اخويا اسمع الفرقه ديالها. اسمع اخويا مروان، قال لك الاخت حياه قالت لك بحال بن حليب كون كان الجمهور ودار ديك الحركه يسمع المنقي خيارو. بطبيعه الحال راه غيسمع المنقي لحقاش، هو دابا هذاك بن حليب راه اذا جيتي تشوف حتى هو حس شويه لحقاش كان مقدم مقابله في المستوى، هو صراحه كان رجل الشوط الاول، ولكن هو خاصو يتقبل القرار ديال المدرب ديالو، لان المدرب كيبقى هو الاول والقرار الاول والاخير ديال المدرب، وي حتى شي واحد المدرب لا خرج ولا عارف علاش خرج، خاصو يحترم هذا ماشي بطريقه، ولكن هذيك التصرفات ديال الزنقه، هذيك زنقاويه ديال انا من علاش نخرج انا، غاتي غاتي دوك في عباد الله كيقول لهم دابا اش غندير معاه، زعما اش غندير معاه، نضربو براس ولا اش غندير، بحال كيقول الجمهور هكا في سروبا. كان السي مختاري انت، انا كنت باغي نهضر، انا كنت باغي نهضر على هذه اللقطه في اللايف اللي فات وما تحتش لي الفرصه. وي السي بن حليب علاش خرج المدرب، انا على حسب الراي ديالي انا كما كنشوف انا، شفت واحد اللقطه كان شد كره، كانوا جوج لعابه خاوي ومشى تيشاهد تيدير داك اللعب ديال الزرقاء، مشى دخل بها هو راسو بغى يقلب جوج وحيدو هذه، شفتها هذيك بغى يقلب فيها هذيك، واقيلا كان بصح هذيك اللقطه موراها خرجوا، كنظن بان المدرب نبهه قال ليه لعب كره مع الدراري وما ديرش داك اللعب ديالك وهذا وهذا، هو ما تصنتش للتعليمات ديال المدرب، كنظن خرجوا على هذيك اللقطه. وراك تنظن ثاني بصح 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 بصح، لا لا هو غير واحد القضيه اخرى، هو انه الا لاحظتي في الدوزيام ميطا كامله، الدوزيام ميطا كامله وانا كنتحمل مسؤوليتي ورجع شوف الملخص، الدوزيام ميطا كامله بن حليب مغيب
مغيب مغيب، ولكن السياسة ما دات حتى كورة، ما شتا كورة، ما عطا باس، ما والو. بريمي ميطا هي اللي يلعب، دوزيام ميطا ما كاينش. دونك ولكن هو باش ولكن هو تخرجوه في الأول ديال الدوزيام ميطا سيدي، يلاه بدا، يلاه بدا الدوزيام ميطا خرجوه. لا ماشي يلاه بدا، لا تقريبا تقريبا لا لعبت لعب شي 10 دقائق فوالا، ولا 15 ربع ساعة، ربع ساعة اللي لعب تقريبا قريبة الدقة 60. دونك أنت هنا تيبان الدوزيام ميطا السيد ما بقى كيعطي والو، ولا عالة على الفرقة. والمدرب راه ماشي كامبو، والمدرب راه كيشوف الاخرين كيتحركوا، راه كانوا غير يرجعوا لجوج لواحد ملي كان جوج لزيرو. دونك المدرب ما يقدرش يغامر يخلي الفرقة تتولي بجوج لواحد. قال اه راه نقص هذا وندخل لعاب اللي غيدير لي ريكوبيراسيون، و ان ميم طون غادي يعاون في لاطاك، ما كاين مشكل. دونك دونك عادي انه يخرجوا، عادي يخرجوا عادي. ما تتشوفش السيوس بان نغوما كيستحق الرسميه؟ لا وشوف انا بالنسبه لي انا بن حالي برا كيلعب رسمي دابا غير في انتظار اللعابه الاخرين يدخلوا. راه ملي يدخل، راه ملي داك السيد لا يلعب تيتولار راه صافي سالات الهضره. هذاك تيتولار، داك السيد لا باين مستواه هربان عليه، غادي يبين وغادي يشد البلاصه تيتولار، وغادي يبان لك بن حالي بجالس. لان بن حالي هذاك سيلا ياك، هذاك سيلا، هذاك سيلا غادي يشد ليه بلاصه تيتولار. انا تفرجت في هاد الثلاثه ديال التروا ماتش اللي هذا تبارك الله تيشد كره باينه فيه كوايري. سي من سي كوايري سيوس كتعرفوا من شداد لابار وكيفاش تيجري وكيفاش هذاك كوايري، هذاك عنده داك، عنده داك الكونترول، لو كونترول دو بري، كيبقى ديما البالو لاصق ليه في رجليه، ما كيزيدش الكره بزاف، كيبقى ينغزها بشويه طاف 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 طاف. هذاك النوع خطير، ما كتعرف فين غيمشي لك، لا هنا لا هنا. عرفت خطير حتى الطريقه باش كيتحرك في التيران، وهذا زعما باقي ناقصو غير انسجام واقيلا مع الفرقه شويه، وهذا وياخذ شويه هذا ما اللي حتى المدرب تيدخلو بشويه بشويه مزيان، هذيك الخطوه اللي دار معاه حيت هو باقي جديد على الاجواء وهذا مزيان. وعموما السيوس اش نقول لك، هذا الجمهور احنا مستنيين هذه اللحظه هذه من شحال هذه ديال اننا نرجعوا نتفرجوا، توحشنا التيران صراحه. وغير هو يعني كيف هضرتي انت شحال هذه قلتي يا ريت ان يعني يكون كان بحال دابا التيران دار فيه شي مرافق عموميه تكون مزيانه، يعني الا رجعنا للتيران حتى الا رجعنا بعدا تكون غير يلحقوا بينا كيتي هذا، ماشي التيران شحال من مره كتخسر عليه الملايير ومن كتدخل كتلقاه بحال بحال كان، يعني ما كاين حتى شي حاجه. ما كرهناش يكونوا حيوات، يكونوا مطاعيم، يكونوا يعني حاشاك دي طواليت في المستوى، يكون شي حاجه اللي يعني مزيانه، يعني كيف على قد ديك 50 درهم اللي كيخلص الجمهور الرجاوي باش يدخل للتيران. وي اكيد اكيد. واخا خويا كنشكرك اخويا مروان على التدخل ديالك، تحياتي لك، الله عليك، اعانك الله اخويا، اعانك الله، ميرسي.